السلام عليكم عرب بانكس. اليوم جبت لكم فيديو جديد بدي احكي عن ادوات راح تزيد من ربحك اذا انت كنت مبتدئ او حتى اذا محترف في هذا المجال، راح تفيدك هاي المواقع والادوات. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى تدعموني صفحتي على اليوتيوب، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تدعموا صفحتي على تويتر وتعملوا فولو. وهلا خلينا نبلش في الفيديو. اول موقع بدي احكي عنه هو nftgo.io. الموقع بيعطيك نظرة كاملة على كل المشاريع، بيعطيك تحليل وبيخليك تراقب محافظ الحيتان. مثلا اذا رحنا هاي الجهة ورحنا على الويلز، رحنا على الاكتيفيتي، الاكتيفيتي بيعطيك نشاط الحيتان، شو قاعدين بيشتروا في هذا الوقت، ايش قاعدين بيعملوا منت، ايش المشاريع بيعملوا منها منت، ايش المشاريع قاعدين بيشتروا منها، وايش المشاريع قاعدين بيبيعوا منها. فهذا الموقع بيعطيك نظرة كاملة كل تصرفاتهم وتحركاتهم، يعني بتقدر تراقب هون وتشوف اشي انت بتقدر تتحمل تكاليفه وبتشتري. طبعا هم ما بيشتروا كل اشي غالي، في منهم بيكون عارف انه السوق راح يتحرك فبيشتري الاشي الرخيص وبعدين بيروح يبيعه على غالي وقت ما يطلع البول ماركت. في هذا الموقع كمان بتقدر تشوفوا الدروبس اللي هو بفرجيك ايه متى الـ NFT بنزل، ايش المشاريع اللي راح تنزل في الاوبن سي. بتقدروا تشوفوا هون كل المشاريع راح تنزل متى المنت ومتى التوقيت تبعها. هون بتقدروا تفوتوا على تويتر تبع كل مشروع او الديسكورد او الموقع الخاص فيهم، فبعطيك تحليل كامل. والحلو في هذا الموقع واللي انا كثير بفضله انه في عندك تقدر تبحث عن المشاريع، تعمل دراسة على المشاريع. مثلا اذا اتجهنا لاركيد لاند بتقدر تشوف كل الشارت تبع المشروع والتحركات تبعت المشروع، كم حوت اشترى من هذا المشروع. بتقدر تشوفوا 283 حوت اشترى بهذا المشروع خلال 7 ايام، تقدر تحط خلال 24 ساعة فبيطلع لك كل التحاليل، فبتحط 30 يوم وبرضه بيطلع لك تحاليل كل التحركات. تقدر تصغر الشارت اللي هون عشان تصير عندك رؤية افضل. طبعا اذا كان هون مرسوم حوت، يعني في حوت اشترى من هذا الكولكشن بهذا السعر. اذا بتنزل لتحت بتشوف الهولدر تريد، البيع والشراء للهولدرز. اذا بتنزل كمان تحت بتشوف التوب سيل، الاسعار اللي انباعت في هذا الساعات، يعني قبل 19 ساعة انباعت هاي بسبعة ايثيريوم بوينت 8 من هذا المشروع. طبعا بتطلع لفوق بتقدر تفوت على الهولدرز، الهولدرز بفرجيك كم في حوت جوا المشروع حاليا، في تقريبا 53 حوت في هذا المشروع. بفرجيك كمان كل حوت كم صورة ماسك من هذا المشروع، مثلا عندك هذا الحوت ماسك 125 صورة من هذا المشروع، فتقريبا عنده كمية جدا كبيرة من هذا المشروع. الموقع هذا بعطيك نظرة كاملة على المشاريع، بعطيك تحركات الحيتان، تقدر تراقب محافظ الحيتان، تقدر تعرف متى الدروب راح ينزل، ايش المشاريع راح تنزل هذا الشهر. فهذا الموقع حطوه باللستة عندكم. والموقع اللي بعديه اللي جدا مهم موقع ic.tools، موقع اذا انت كنت مبتدئ تقدر تراقب مشاريع الـ NFTs كلها هون. طبعا بعطيك المشاريع اللي عليها ترند في هذه الساعات، مثلا قبل ساعة ايش المشاريع اللي عليها ترند، او قبل 30 دقيقة او 15 دقيقة او 5 دقائق، بفرجيك المشاريع اللي عليها ترند. بس اذا انت عندك اشتراك بتقدر تحط على 30 او 15 او دقيقة، بس اذا ما عندك اشتراك بتقدر تشتغل على بتاعت الساعة. هلا كمبتدئ اذا انت ما بدك تدفع تكاليف في الموقع، الموقع اظن شهريا باخذ 60 ولا 70 دولار شهريا. طبعا فيه اشياء ثانية مش بس ترندنج، عنده الالرت، الالرت بنبهك اذا في مشروع نزل سعره انت بدك تشتري منه، بنبهك على المحافظ الحيتان، وبتقدر تراقب المشاريع من خلاله. طبعا هو بفرجيك الترند هلا حاليا، السيل فلور هو الفلور تبع المشروع، بفرجيك انه في سيل على هذا المشروع، قبل ساعة صار في سيل 185 على هذا المشروع. فكالآتي بتقدر تشوف كمان التشارت في هذا المشاريع، اذا بتكبس عليه بيفتح لك، بتقدر تروح الاوبن سي تبع المشروع او الموقع الشخصي للمشروع، بتقدر تشوف السيل. وهون هاي لوك اذا انت مشترك بتقدر تفوت وتشوف التشارت تحركات السوق في هذا المشروع. طبعا اذا انت ما بدك تشترك وبدك تشوف التشارت فبنصحك انا bnftgo.io، راح يعطيك شارت. بس هون افضل اشي تستعمله المشاريع اللي راح تكون ترندينج. اذا انت كنت مبتدئ في مجال النفتيز وحاب تطور حالك وتعرف اكثر على هذا المجال، انا بحكي لك الارب بانكس الفا باس راح يوفر لك الاطلاق للمشاريع القادمة، والالفا كوز، الالفا كوز راح نحكي لك متى المشروع راح يكون عليه ترند، ايش المشاريع راح تكون الترند القادم، ايش المشاريع راح يصير عليها بامب، ومتى الدخول والخروج منها. وغير هيك احنا بنوفر لك وايت ليست لبعض المشاريع انك تدخل وتطلع ربح منها. طبعا طريقة الشراء بتنزل لتحت وبتعمل كليك على اي تيكت متوفر هلا حاليا للبيع وبتعمل عليه شراء، بعدين بيفتح لك هذا الكود. هذا الكود شو تعمل فيه؟ الكود هذا تروح على الديسكورد تبع الارب بانكس وبتفتح تيكت تحت هون، وبتفتح لك
قناة فوق، فبتحط كود فبيفتح لك الديسكورد. طبعا الديسكورد عندنا ألفا كولز شات، يعني الأعضاء بيحكوا مع بعض وبيساعدوا بعض في بعض المشاريع أو بينصحوا بعض في بعض المشاريع. عندنا الشات هولدرز، الشات هولدرز إذا عندك نقاشات بدك تناقش، وعندنا المشاريع، تحليل المشاريع كامليا، وعندنا الأرب بانكس كولز، الكولز اللي أنا بعملها. كيف يعني الكولز اللي أنا بعملها؟ مثلا أنا عملت كولز على هذا المشروع، كان سعر المشروع 0.18، بعدين صار سعر المشروع 1.4، فأنا أعطيت تنبيه للأعضاء أنه هذا المشروع راح يكون هو النيكس بومب. فزي ما أنتم شايفين هون بتقدروا تشوفوا بالأرب بانكس كولز كل الكولات اللي أنا أعطيتها، والحمد لله جميعها ارتفع، يعني في منها ارتفع ونزل. عندك كمان هذا المشروع أعطيت عليه كول زي ما أنتم شايفين سعره 0.098، صار سعره 1.2 إثيريوم، يعني دبل الربح. عندك كالآتي مشاريع، بتقدر تفوت عندي على تويتر وتشوف ليش الأرب بانكس حيكون أقوى ألفا ديسكورد في الوطن العربي. الإشي اللي بعديه لازم الكل يعمله في موقع أوبن سي، بتروح على ستيتس، بتروح على الأكتيفيتي تحت بتروح عليها، هون بفرجيك كل إشي قاعد ينباع بالتوقيت في أوبن سي. بتروح، إحنا ما بدنا أي شبكة، طبعا ضافوا شبكة السولانا، هاي شبكة السولانا في البوليغون، إحنا بدنا الإثيريوم، بتحط صح على الإثيريوم، بتحط سيل، بتشوف كل تحركات السوق، فبتراقب السوق من هون، فبتشوف إنه كل ثانية في إشي قاعد ينباع في أوبن سي، فبدك تشوف إشي متحرك، يعني كيف؟ يعني اشي متشابه ناس قاعدين بيشتروه. هون بتعرف انه في ترند قاعد بيصير على هذا المشروع. اذا انت ما كنت حاب تشترك في مواقع اللي فرجيتك اياها، طبعا الاي سي دوت تولز مجانا، بس في اشياء معينة لازم تدفع لها فلوس عشان تشترك فيه. طبعا هون اوبن سي بيعطيك اياها مجانا على طريقة اصعب، انك تقعد تراقب، انك حتشوف 1000 مشروع خلال ثواني. طبعا هذا اشي بيعطيك ميزة انك بتشوف كل المشاريع، بتصير تعرف كل المشاريع اللي في السوق متواجدة حاليا اللي عليها هاي. الموقع هذا راح يفيدك اذا انت كنت مبتدئ، طبعا هو زي نفس البراوزر في الاوبن سي، بتقدر تفوت عليه، بتحط على السيرش هون مثلا، خلينا نروح على اي مشروع متواجد هلا حاليا زي ما انتم شايفين، خلينا نكبس على هذا المشروع الالين فريندز. طبعا هذا الموقع بيعطيك الرانكينج لكل صورة في المشروع، بيعطيك الرانكينج الدقيق والصحيح عشان تقدر تشتريها من الاوبن سي. طبعا الاوبن سي ما بيعطيك الرانكينج، بس بيعطيك الصورة وبيعطيك رقم الصورة. هون هذا الموقع بيعطيك الرانكينج تبع الصور. طبعا هذا الاشي شو راح يفيدك؟ هذا الاشي راح يفيدك مثلا مشروع عمل ريفيل، عمل كشف، فانت بتفوت على هذا الموقع وبتصيد الصور النادرة قبل اي حدا، وتقدر تدبل السعر، تبيعها بسعر غالي. فهذا الموقع جدا مفيد، خليه عندكم بالليستة. طبعا بتتعلموا على الرانكينج، بتتعلموا على التريتس اللي موجودة هون، تقدروا تختاروا تريتس معين انكم تشوفوا الرانك تبع التريتس المعين. كمان في اشي كثير حلو انكم تكونوا مفعلينه عندكم بجوجل كروم، اللي هو تريت سنايبر. تريت سنايبر راح يجيكم زي اكستنشن هون فوق جنب الميتا ماس تبعتكم، طبعا بتعملوا لها اون، بتنزلوه من جوجل اكستنشن، فاسمه تريت سنايبر. فايش بيسوي لك هذا؟ هذا بيفرجيك الرانكينج تبع كل مشروع. شوف حاليا اذا انت ما عندك اياه او مش مفعله، شوف ما راح تشوف اشي. هلا انا فعلته، خلينا نعمل ريفرش. بعد ما عملت ريفرش اذا بننزل لتحت بنشوف انه التريت رانكينج بيعطيني رقم الصورة، مثلا هاي الصورة الرانك تبعها 3762، يعني بيعطيني الندرة تبعت الصورة. فهذا التريتس جدا مهم، انك تصيد التريتس وتدبل ربحك، يعني تشوف لك سعر بالفلور مثلا، نحكي هون 3300، هون 3700، هاي طبعا افضل من هاي لانه هاي الرانك تبعها اقل من هاي، من 8900 صورة. طبعا اذا انت لقيت صورة ب 2000 رانك اشي جدا منيح، فبتقدر تصيد الصور الرانكينج. طبعا بتقدر تكبس هون على التوب رانكينج، فبعطيك التوب رانكينج لهذا المشروع، بتقدر تشوفوا التوب رانكينج لهذا المشروع. هذا الرانك رقم 1، رانك رقم 2، الصور جدا قوية، الصور جدا حلوة للرانكينج. يعني هذا الاكستنشن الراريتي سنايبر رح يعطيك رانكينج جدا حلو، تصيد مشاريع طلعت وتصيد منها التريت النادر، او تشوف مشاريع نزل سعرها وتصيد التريت الناس قاعدين بيبيعوه برخيص هم مش عارفين. فهذا الاشي راح يعطيك ميزة جدا قوية في السوق. او اذا كنت بدك تدفع شوية فلوس، فانا بنصحك سوبر سي. سوبر سي نفس الاشي اكستنشن، راح يكون متواجد، راح تفتحه جنب الميتا ماسك. خلينا نعمل عليها انيبل وافرجيكم. سوبر سي بيعطيك
التريت الصحيح، يعني بعطيك اياه دقيق دقيق. هلا ريرتي سنايبر مرات بغلط في التريت، سوبر سي بيعطيك اشي جدا دقيق. هلا مش راح يفرجينا لانه انا مش عضو معهم هلا حاليا. طبعا الاشتراك اظن شهريا بدك تدفع $300. طبعا اذا انت كنت صياد صور وبتعمل دبل ارباح فهذا الاشي بحكي لك ادفع لهذا الاشتراك، او بتقدر تشتري الاشتراك الدائم. طبعا الاشتراك الدائم بوصل سعره ل 2000-3000 دولار. هو نفس الشيء اكستنشن بتلاقيه جنب الميتا ماسك، بتنزله بجوجل اكستنشن وبتفعله وبتفعل الممبرشيب، هيك بيكون عندك ريليتي رانكينج. فبصير فرجيك الرانكينج هون لكل مشروع بشيء دقيق جدا، وما اظن بغلط هذا السوبر سين انه كثير ناس بنصحوا في هذا الاكستنشن. وعندنا موقع ريليتي سنايبر دوت كوم، الموقع هذا بيعطيك الرانكينج تبعت كل صوره موجوده على الاوبن سي. طبعا اذا انت كنت حابب تشوف الرانك تبعت الصوره تبعتك، بتحط الاي دي تبعت الصوره. كيف تطلعها؟ بتكون الاي دي هذه هي الرقم الهاش اللي بيكون هون، فبسموه الاي دي، فبتحطه هون فبتعرف كم رقم الرانك للصوره تبعتك. طبعا هذا الموقع مش هيك غير بس هيك، هذا موقع مفيد اذا انت كنت حابب تدخل مشاريع نزل سعرها، مشاريع بطل عليها ضجه كبيره قبل ما تيجي الضجه عليها مره ثانيه، بتقدر تفوت على موقع وتقنص هيك مشاريع. طبعا هون بتعمل تقدر تعمل سيرش للمشاريع. طبعا خليني افرجيكم الصفحه الرئيسيه تبعتهم، هاي الصفحه الرئيسيه فبتكون فيها مشاريع، فانت بتقدر تعمل سيرش على المشاريع اللي بدك اياها. مثلا خلينا نروح على كلاون اكس، بنشوف الرانك تبع كلاون اكس. عندك رانك رقم 1، رانك رقم 2، رقم 3 فكالاتي. فانت بتقدر تبحث على الصوره تبعتك، او اذا كنت حاب تدور على تريتس معين، تريتس يعني مثلا كنت حابه يكون لابس نظارات، لابس طاقيه، فزي هيك، فبكون انت بدك تدور على شيء معين. في ناس بدوروا على راريتي معين، فهذا موقع جدا مفيد، فحطوه عندكم بالليسته اذا انتم كنتم مبتدئين، لانكم رح تطلعوا ربح بس من مجرد تصيدوا مشاريع نام سعرها وبعدين ارتفع مع ضجه اللي رجعت على المشروع. وهيك بكون خلصنا الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا قناتي على اليوتيوب والتويتر، ونراكم في فيديو قادم.